عليكم يا أحلى متابعين. اليوم راح جاوب على أسئلتكم اللي تخص عيد الأضحى، فبهذا راح سمي الفيديو تاج عيد الأضحى. ويلا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول، كيف تتحضري للعيد؟ الصراحة ما نتحضرش بشي كبير، ننظف البيت، أعمل نوع أو نوعين من الحلويات فقط. هذه المرة أني عاملة غير مقروط ومشي ناوية أعمل أكثر لأننا بعاد على أهالينا. أجهز ليستة المشتريات مع زوجي اللي ممكن تنفعنا في العيد وبعده، لأنه تعرفوا أنه قبل العيد الأسعار تزيد وبعد العيد كلش مغلوق، دونك واحد يجهز الليستة قبل. والأشياء اللي أيضا تكون ناقصة ربما تكون عندك شوية مي لازم نزيد أكثر. أعمل حنة لابنتي وأجهز لها ملابسها لأنها صغيرة وتحب تفرح بالعيد، وهذا كل شيء. ثانيا، إلا تعرفي تنقي الدوارة، أكيد إيه نعرف نقيها، بصح تعبني بزاف ونبقى نكرط وتأخذ مني وقت طويل. انا مانيش كيما دوك البنات اللي هكا خفاف، نحب نقي في غرضي ونقي تخيبيا، نقي جيدا جيدا. المهم، ثالث سؤال يقول، هل تحبين اكل ارز وفاصوليه او لحم الخروف في هذا اليوم المبارك؟ اللي سالتني السؤال هي سوريه عايشه بالمانيا. الصراحه ماذا ناكل في العيد في بلادنا فقط وتختلف من منطقة لأخرى العادات. احنا في الجزائر أو بالأحرى المنطقة اللي أنا عايشة فيها ما ناكلوش لا أرز ولا فاصولية في العيد، ناكل اللحم أكيد في ثاني يوم عيد، خصوصا كاين مناطق اللي ياكلوا في الأول يوم بصح في المساء. يعني في الصباح بعد ما نذبحوا الكبش ناكل الكبدة، نعملوها مشرملة أو مقلية أو مشوية، معها مخ الخروف نعمله بالثوم والبقدونس يجي بزاف بنين، واحيانا نضيف القلب والكليه على حسب عدد الاشخاص اللي في البيت. اذا كان الاشخاص قلال ما نستعملوش القلب والكليه، خلوهم للشواء. وفي العشاء نعملو شطه حبوز اللوف او عصبان او بكبوكه. في مناطق اخرى يطهو الكسكس بالدجاج قبل ان يتم ذبح الكبش، ياكلوه في الغداء، وفي العشاء يعملوا شواء بالكبده واحيانا بالمصارين وباللحم ايضا. كان قلت لكم اللي ياكلوا اللحم في نفس اليوم لكن في المساء يعني في اخر الليل. كما قلت لكم في كل منطقه عادتهم الخاصه. نروح للسؤال اللي بعده، كيفاش تطيبي الدواره؟ الدواره انا نعملها عصبان، اقطع المصارين والكرشه والرئه واحط معاهم ارز وبقدونس وكزبره وحمص ونعناع وتوابل وبصل وثوم وعده اشياء. اخاف انسى الاشياء وتقولوا لي ما تعمليهاش مليح. المهم، احشي العصبانات وباقي الخلطه اعملها بكبوكه. واش ديري في العيد؟ بما اني مرأة متزوجه فكل الأعمال تسقط على عاتقي. ساعدوني ساعدوني. سادس سؤال، وهذا أكثر سؤال ضحكني، كيف نعرف عمر الكبش؟ أظن أنه من أسنانه أو من طول القرون، أظن من أسنانه أكثر شيء، عدد الأسنان يعني. سابع سؤال ويقول، واش تحبي تاكلي في الكبش واش ما تحبيش تاكلي؟ انا الصراحه نحب ناكل كل شيء، ما كاش حاجه ما نحبهاش. ما ناكلش غير الصوف، باين لخش ما يتكلش. ثاني سؤال، اكثر شيء تكرهي تخدميه نهار العيد؟ بون، كاين حاجتين، اثنين حاجات جاب لي ربي كامل البنات ونسا يكرهو يديروهم، هما تنقي الدوارة وتشواط تاع الزليف. بصح اللي نكرهو اكثر هو الزليف، على خاطرش ما عنديش خبرة فيه، وشعر اللي يبقى في الكوانات والراس ثقيل يتعبني. تخيلوا العام اللي فات كان اول عيد نقضيه وحدي، وزيد حتى زوجي كان خدام يعني ذبح الكبش وراح. تخيلوا والكبش تاع العام اللي فات راسو كبير كبير، وموالفين حنا في دارنا نشوطوه بالشاليمو وشوطو على الطابونه مسكين بلا فريتو هك
كيما زعما البلاصة هذيك شوطها وحطوا على طابونة. عندهم مسكين خطوط في وجهه كأنه واحد مافيا هكا وضربوه بالسكين على وجهه مسكين. لكن جابنين اللحم تاع الراس تاعو رائع. المهم وهذو كانوا كامل الأسئلة اللي سألتهم لي في انستغرام عن عيد الأضحى، وأغتنم الفرصة اليوم ونتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام أنتم بألف خير وصحة وسلامة، ونقول لكم نحبكم بزاف ومع السلامة. ما تنسوش تحطونا لايك واشتراك في القناة إذا ما لكمش مشتركين. باي باي.